السلام عليكم. وعليكم السلام. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم. الدنيا حلوه؟ الحمد لله. احنا كنا مستنيين نشوف حضرتك جدا. الشغل ها؟ والله لا يعني بتاخد كام؟ 3 ونص بس. 3 جنيه ونص؟ لا 3000 جنيه ونص. 3000 جنيه ونص؟ بالظبط. عايز زياده؟ يا ريت والله يا فندم عشان الحاله صعبه جدا. الحاله صعبه معاك جدا. انت مرفوض. عارف ليه؟ عشان انت طماع. اتفضل. دي هيترفض ها؟ لانه طماع جدا. 3000 جنيه ونص مش عارفين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. بارك ايه؟ الحمد لله. تعملي ايه؟ قسم الاتش ار يا فندم. تحللوا بول يعني هنا ولا؟ لا يا مستر سويلم ده هيومن ريسورس. تحاليل يعني كلها. انا بشتغل ايه؟ قسم الاتش ار يا فندم. ايوه يعني بتاخدي كام؟ 3000 ونص زي زميلي بالظبط. وعايزة يزيد ولا عادي؟ لا يا فندم خالص. مش عايزة يزيد؟ لا لا خالص. انت مرفوضة. عارفة ليه؟ عشان مش طماعة. مش طماعة، احنا عايزين طماعين. اتفضل. ايه ده؟ جميلة. ازيك؟ ازيك يا ايمن. الحمد لله. انت بتعملي ايه هنا؟ انا سكرتيرة مستر سويلم رئيس مجلس الاداره. لا مؤاخذه سعاده البيه، ازي حضرتك؟ ده انا وهي زي الاخوات بالظبط، والله متربيين مع بعض يعني. اسالها حتى. اخوات؟ اخوك ده؟ لا. امال ايه؟ انت كيف اخوها يعني؟ لا لا اخوها يعني. انت مكسوفه من ايه؟ اخوها، احنا راضعين على بعض انا وهي. راضعين على بعض؟ ايه القرف ده؟ لا مش راضعين على بعض يعني نفس ال... لا 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 مش نفس ذات نفس. امال نفس ايه؟ كل واحد فينا راضع من. اقول لك انا الحكايه. احكي لي احكي. خالته ام جميله اللهم صل على النبي عافيه، صحتها حلوه. تمام. وكانت يعني ايه خيره من اطيب الناس في الحاره عندنا. يا سلام. والله امي بقى قليله وضعيفه وكان لبنها قليل. يا عيني. فلما ولدتني. خلاص يا ايمن معلش. لا خلاص ايه؟ يلا مستر سراح. لا معلش انا عايز اعرف قصه اللبن دي لحد اخرها. يعني سيبيه، انا عايزه يحكيها تسترسب مني كده، عايز تسترسب مني لحد ما يزهق. اتفضل قول لي بقى، امك لبنها ماله؟ لا قليل. لبنها قليل. هي ضعيفه. وخالتك؟ لا خالت ام جميله اللهم صل على النبي. عطاقه. يو يو. خد لبن زي ما انت عايز. سلام. كانت انا في اليمين هنا كده. وجميله شوف اهو كده ما شاء الله، في الشمال كده دي بتلعب جيم بقى. لا اللهم صل، شايف الشبه؟ مش في نفس الوقت طبعا. هو فعلا انتوا الاثنين فيكوا شبه مش من بعض. بس تمام زي بعض. وبعدين ولا قبلين فكانت بترضع بقى، اللي رايح يرضع واللي جاي يرضع وعيال تندم من تحت. ام جميله ام جميله عايزين نرضع. دي كانت كولدير بقى. اللهم صل على النبي ما شاء الله. حاجه خلاص يا ايمن يلا روح اشوف شغلك. يلا مستر سويلم اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا حبيبي. السلام عليكم. بقول لك ايه؟ ايوه. ابقى قول لام جميله ان احنا هنزورها قريب. تنور، ده منطقتنا تنور والله العظيم. حبيبي. السلام عليكم. سلام. ايه ده؟ جميلة؟ ومين دي؟ يا نهار كومطين. بس تمام زي ما انت، انا حابب اشوف المفرمة بس من تحت. ده احنا نأجرها مفروش الشركة دي. امال ايه؟ كل واحد خلاص قاعد لي مع واحدة. اخرب بيت ابوكم. نبعت ونجيب مزة ولا الدنيا ظابطة معاكم كده؟ مين ده؟ ده مستر سويلم. ده مستر سويلم؟ ما هي قالت لك مستر سويلم، ايه مش سامع ولا الخمره لحقت تصطلك؟ خمره ايه مستر سويلم؟ انا مش فاهم حضرتك تقصد ايه بالظبط؟ هو حضرتك مش قلت لي انه مش موجود؟ ما لازم تقول لك اني مش موجود، الله، امال المفرمه ما تشتغل كيف؟ امال ايه؟ انت فاكرني مختوم على قفايا ولا مش من هنا؟ لا لا يا مستر سويلم، ده مستر صلاح مدير بنك جي جي اي، وكان جاي في كارد المدينه السكنيه الجديده. جي جي اللي بتروح وتيجي. ده انت راجل قليل الادب. امك اسمها رجب. لا انا ماشي، انا مش هستحمل اكتر من كده. امك في ابو الفدا. لا 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 ابقوا شوفوا اي بنك تاني يديكوا الفلوس اللي انتوا عاوزينها. غرف ده يا ياض، انت هتجرفنا بشعرك اللي ملون ده. ده احنا معانا فلوس لو النار اتطلقت فيها ما تخلص يا حيوان. تي يا بت ايه؟ ما تقولي لي كان بيعمل ايه الراجل ده هنا وفي مكتبي وفي شركتي وعلى سريري، قصدي على كنبتي. استغفر الله العظيم يا رب. انت هتتوبي دلوقتي؟ خلاص الايمان نزل عليكي؟ شفتيني الايمان نزل؟ انما مع الراجل كنا مهيصين والمفرمه شغال. انا لما عم شريف عرفه ده يجي احنا هنشوف نظامنا معاه ايه، وانا هروح اصلي العيد ما دام بتتوبي. تمام. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. اهلا 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 وسهلا يا باشا. صباح الخير حضرتك. انا عليا النعمه ما بتنطق ولا كلمه غير اما تشرب حاجه. اشرب ايه حضرتك؟ ده واجب عليا انا. واجب علينا احنا، ده انت ضيف عندنا. تحب تستثمر فيه حضرتك؟ ايه رافض تسمعني حضرتك؟ انا الاوفيس بوي. وانا سويلم السيد سويلم، سويلم السيد سويلم، وكمان سويلم عشان خاطرك اسلام الفسحوح.
حضرتك غني عن التعريف طبعا، انا عارف حضرتك، بس برضه حضرتك مش فاهمني. حضرتك انا الاوفيس بوي شغال عند حضرتك، بعمل لك شاي، عصير، كركديه. قهوجي يعني؟ ايوه قهوجي. قول كركديه كده. كركديه. كركديه كده. كركديه كده. احنا فين هنا؟ احنا في الشيكه. لا احنا في القريه الذكيه. ايوه عارفها القريه. مش عارف انت دخلتها ازاي مع انها ذكيه. ايوه. هتطلع منيها. هتمشي على طول. ايوه. هتلاقي الشيخ زايد. الشيخ زايد؟ مش الشيخ ذات نفسه. امال ايه؟ المنطقه يعني. يمين. يمين. في شمال. في شمال. هتلاقي دكتور. ايوه. دكتور اسنان. ايوه دكتور. ادخل له. وقف واقلع ملط. ايه ده؟ وقول له كركديه كده. اقلع ملط واقول له كركديه كده؟ بس كده يعني تفتكر هيخف؟ هو فاهم. تحت اميك. ايه؟ تحت ايه؟ تحت اميك في ايه؟ انت مين الحيوان اللي شغلك هنا؟ ليه حضرتك كده؟ حضرتك انت اللي شغلتني. تبقى انا حيوان فعلا. لا العفو يا فندم العفو. اتفضل. حاضر تحت فضل. اميك. ده انت الدكتور هينفخك. بعدين خلاص خلاص المره دي بقى. وبعدين معاك. يلا. لا انت بتخمي. انت بتخمي. لا مش بخوم. انت لا تشتري. لا كيف ما انت بتهشيني. ما هي اللعبه كده. عامل لك ايه؟ بس انا بتهش. ايه المشكله يعني؟ طب نبدل. انت تحط يدك وانا دب. تمام تمام. اهو اهو اهو. سال على النبي وسال على النبي يكسب ويربح فلوس. غباوة دي في ايه؟ امال ايه؟ عايزة تسحبي يدك قبل ما تدب ولا ايه؟ ما تسحبيهاش قبل ما تدب. سلم بيه. ايه ده؟ ايه يا باشا؟ انا دخلت في لحظة مش مناسبة ولا حاجة؟ لا احنا كنا بنعلم جميلة كيف تقعد على الأرض عشان العمود الفقري بتاعها تعبها محتاج. طب أنا عايزك في موضوع مهم جدا. عايزك في موضوع مهم مش وقت. في ايه أهم من اللي احنا فيه؟ أمك. بص أنا ووائل عملنا بلان. وائل مين؟ وائل ده. ازيك يا ابو وائل؟ ازيك يا حبيب قلبي؟ يدوم العز يا حبيبي. الله يرضى عليك. ركز بقى، احنا عملنا بلان. عملتوا ايه؟ على الموتوسيكلات ولا ايه؟ يا ابو وائل فين المكن؟ يا مكن وتراكن. ممكن بقى نركز؟ احنا عاملين بلان ها ان احنا نزود نسب المشاهده. وايه بقى تاني؟ ها؟ ايه؟ اعلانات. كلام 100 100. بس ده بقى هيتوقف على الوكاله اللي هتمسك الشغل. احنا اتكلمنا مع وكاله اسمها سي في دي، من اكبر الوكالات اللي موجوده دلوقتي في السوق. دي وكاله 100 100. لا بس معلش في حاجه، احنا بنتعامل مع وكاله بالفعل دلوقتي وفي بينا عقد. ما هو احنا لما بصينا على العقد لقينا ان في شرط، لو هم ما عملوش نسبه الاعلانات خلال سنه ممكن نفسخ عادي. بالظبط بالظبط. واظن ان هو ما عملوش كده السنه دي. دي سنه 100 100. ده انتوا قريتوا العقد سوا بقى. ده العقد ده 100 100. صباح الخير. صباح النور. بصوا بقى يا جماعه، انا جهزت ملف كامل عن المزارع الجديده وجبت افكار من شركات اوروبيه، لسه ان شاء الله هيطبقوها السنه الجايه. هترفع نسبه نجاح المشروع ده 20% تقريبا. دي هتبقى 100%. مشروع ايه؟ المشروع اللي كان بابي الله يرحمه عايز ينفذه قبل ما يموت. بس المشروع ده خلاص وقف. ده مشروع 100 100. لا 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 ان شاء الله مفيش اي حاجه وقفت، كل حاجه هترجع وهتبقى احسن من الاول كمان. و100 100. في عندنا موضوع مهم جدا جدا لازم ناخد فيه قرار سريع. القناه بتاعتنا بتخسر خسائر كتيره جدا اليومين دول، وده وضع لا يمكن يستمر. انا شايف ان احنا نبيعها وما تقلقش، انا عندي المشتري. اشتري ايه؟ القناه بتاعتنا. هو احنا عندنا قناه؟ امال ايه؟ القناه كام؟ القناه الكام يعني؟ يعني الاولى ولا الثانيه ولا الاسره والطفل ولا الثامنه؟ قناه اسمها عين البلد، قناه فضائيه. ايه عين البلد دي؟ ما تسميها عين الجمل احسن. دي اسم ده اللي مسميها سوالم بيه الله يرحمه لو سمحت. الله يرحمه. بس ده اسم يهبط اي قناه يعني، احنا عايزين اسم ينطقها يعني. أيوه. فوق يعني. امال عايز تسميها ايه يا استاذ لعبيكه؟ سميها رنا. بس رنا ده اسم متداول يا ابني. ايوه. طيب حلو. مستر سويلم دي الاوراق اللي حضرتك طلبتها منك. ده انت البامبي هياكل منك حته. دين 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 بوم بوم. اتفضلي شوفي شغلي. استني بس اصبر. ما تيجي نأجل الاجتماع ده ونعمل قاعدة مع جميلة عشان لون البامبي ده نشوف كلامه ايه. اتفضلي شوفي شغلك. طيب عن اذنكم. احنا مش فاضيين، بنتكلم في قناة بتخسر دلوقتي ولازم نتصرف فيها. طب ما تمام، طالما بتخسر بدل ما نبيعها نشوف بتخسر ليه ونخليها تكسب. نخليها تكسب ازاي يا لعبيك يا بيه؟ اقول لك انا، احنا نغير البروجرام ونجيب بروجرام جديد كده كله طاقة وحيوية ويبقى حاجة حلوة. والله كلامك موزون وما يدخلش العقل يا ابني. يبقى ده اسم البرنامج.
كلام موزون وما يدخلش العقل، ونجيب راجل كبارك ده زيك كده بالظبط، يقعد يقدم البرنامج ويقعد يقول اي كلام للناس، يقول اي كلام للناس والناس بتصدق اي حاجه ده. والتجديد مطلوب، وممكن نعمل برنامج جديد اسمه الستات ما بيعرفوش يتحكموا. انا كده جبت اخر. ليه بس؟ لا ده اسم برنامج بقترحه عليك يعني. اقتراحات يعني. وممكن جميل. نجيب منى الشاذلي تقدمه. خلاص 100 100، يبقى نجيب منى الشاذلي تعمل جبت اخري، والستات ما بيعرفوش يضحكوا نجيب سوسن بدر ورانيا علواني مع بعض، بحيث اثنين ما ينفعش اصلا يجوا مع بعض. ممكن استاذ شريف يعمل الستات ما بيعرفوش يضحكوا. استاذ شريف؟ ايه. لا بس استاذ شريف فاشل في البرامج، هو محامي بس. كويس ان انا محامي وكويس، انا راضي بنفسي كده. يلا جهز عهودك عشان هنمضي العالم دي. ها اتفضل. على الله.